تقسيم. عفوا عمو. فوتي ميرنا تعي. أنا إجيت لحتى أخذ أدوية خليل. ليكن هون. شنطتك بهالغرفة؟ لا، بمكتب. أخوك عم يستناني، أنا رايح. أختي ما رح طول عليكي، لا تطلع من البيت، مفهوم؟ لوين بدي روح يعني؟ مزبوط، وين بدك تروحي إذا حبيبي الروح هون؟ يوسف خليك مطمن، أنا حريص على ميرنا مثلك. خليني أعطيك رقم التليفون. إيه؟ خليل، موبايلك عم يرن، جيب لك اياه؟ لا لا، أنا عم دق. يسلموا. نمشي؟ أنا جاهز، يلا. أختي بأمانتك. طبعاً. وأخيرا نحن لحالنا. وزينب نسيتها؟ ما عم صدق عيوني إني شايفك. وأنا شو قصة الصندوق؟ بس لحظة. امشي معي هلا بحكي لك. يسلموا، بنزل هون باخذ تاكسي. هلا بيوصلني على الشركة وبياخذك وين ما بدك. بتخلص شغلك وبيرجعك على البيت. ما في لزوم، أنا بدبر راسي. ميرنا أمي ما تركت لي هالصندوق على الفاضي. هالأرقام أكيد بيرمزوا لشي مهم. قصدك يعني رقم حساب بالبنك أو شفرة شي خزنة؟ ممكن، بس أمك مو مضطرة تستخدم هالطريقة لحتى تخبرك. مشان شو كل هالسرية؟